هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب يمكن يكون حلو وتكونوا في احسن حال. الفيديو بتاع النهارده فيديو مشتريات، بس مشتريات مختلفه شويه. هنتكلم عن شويه منتجات انا جبتها وكانوا ناقصني، وفي شويه حاجات جديده يعني بجد تقريبا انا عمري ما عرضتها على القناه من ساعه ما بدات. انا ليا دلوقتي حوالي 4 سنين على القناه، او ليا 4 سنين. المهم الحاجات دي انا عمري ما عرضتها، عمري ما اتكلمت معاكم عليها، بس عايزه اقول لكم دي اكتر من الحاجات اللي هي بحب ادفع فيها فلوسي وبحبها جدا جدا جدا. المهم حطيت الاضاءه دي هنا، الاضاءه الصفراء دي حطيتها كده على السرير عشان بصراحه حسيت ان هي عجباني، معرفش. وجبت الاضاءه دي زي بتاعت شي ان شويه، بس هي بتتباع دي في محلات الكهرباء. الاضاءه دي بتبقى عباره عن ليد لونه اصفر اللي هو المتر. جبت متر، قلت اما اشوف كده اضاءته عامله ايه، حلوه وحشه. بجد طلع المتر برغم ان هو قصير، بص هو قصير على فكره، بس اضاءته قويه جدا. عايزه اجيب بقى نوعيه تانية عشان بحب بالليل كده ببقى قاعده احب افتح النور الاصفر ده كده بالليل. انا بحاول اعمل لكم فلوجات عن الحاجات دي، يعني اوريكم يومي بيمشي ازاي. بما ان انا بدات انزل جيم فحبيت برضه اشارك معاكم، بس طبعا للاسف مش بنعرف نصور في الجيم، فحاول كده ان انا اظبط لكم كده كام فيديو عن اللي هو الفلوج بره ويومي بيمشي ازاي وباكل ايه وبشرب ايه وكده. المهم بقى خلينا نبتدي الفيديو النهارده. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تعملوا شير للقناه عشان نوصل 10,000 رابط، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك وكومنتات كتير عشان بيديني حماس ان انا اصور. وخلينا نبتدي. بصوا بقى، اول حاجه زي ما قلتها لكم هو شريط الليد ده. جبت كمان المعطر الجو ده من بريز بتاع ماي واي. بصوا بقى، هي ريحه اشراقه دي، الناس اللي بتحب ريحه الفل هتحب الريحه دي جدا. انا بجد ده انا ما اقدرش استغنى عنه. يعني بصوا، دي العلبه الجديده ودي العلبه القديمه، بجد ده من احلى الانواع كده ده انا جربتها. ريحته بتفضل ثابته وريحته منعشه قوي قوي قوي. انا عايزه اقول لكم دي قربت تخلص، فقلت اما اجيب واحده جديده علشان خلاص العيد داخل علينا وكده، هتلاقي بقى في تنظيفات عيد وهنقعد نتنطط على الحيطان كده عشان ننظف. بس قلت اجيب لي واحده جديده عشان بجد بحب ريحته جدا. ريحه الفل فيه حلوه قوي، لو انت بتحبي ريحه الفل ده هيعجبك جدا. ندخل بقى على اول كيس اللي هم دول شويه حاجات كانوا ناقصني فقلت اما اجيبها، ما عدا فيهم حاجه جديده كده جبتها. اول حاجه جبتها شفرات فلامينجو الثلاثه الاصليه، وهعمل لكم فيديو ازاي نعمل شيفنج للوش، او نعمل فيديو تنظيف بشره وازاي نعمل شيفنج صح لبشرتنا، والاشاعات اللي طالعه على الشفرات هل بقى فعلا بتطلع شعر خشن او بتطلع شعر مش عارفه ايه. لا هقول لكم على كل حاجه وتجربتي معاها. انا عايزه اقول لكم انا دي بقالي حوالي 2.5 3 سنين بستخدمها وعمرها ما عملت لي اي حاجه، انا وشي زي ما هو. فجبت دي العلبه كلها على بعضيها ب 150 والواحده ب 50 جنيه. عايزه اقول لكم بقى، بصوا مش عارفه هيبان ولا لا، هنا شايفين دي العلامه المائيه بتاعتها، دي الاصليه، الثانيه بما مكتوب عليها الاصلي فدي المضروبه، فيا ريت نخلي بالنا. وانا دي جايباها عايزه اقول لكم من صيدليه عادي جدا. اهم حاجه ان احنا نتاكد ان هي اصليه 100% عشان المضروب بجد وحش جدا. انا فتحتها كمان، بصوا بقى عشان كمان اقول لكم على حاجه، الاصليه هتلاقوا اليد بتاعتها بصوا اللي هو ناشفه كده، بتتفتح بصعوبه، متينه يعني من الاخر، لكن المضروبه بتبقى ميميه كده وسايحه كده على بعض، مش بتبقى حلوه. فدي اهم حاجه ان احنا نتاكد منها ان هي تكون اصليه عشان دي حاجه في وشنا. فدي اول حاجه كده ب 150 جنيه. جبت المرطب بتاع عشان اللي هو سموزنج جيل ده ب 170 جنيه، ده السايز الصغير على فكره، بصوا ده السايز الصغير اهو، طب ازاي ده السايز اللي هو 120 جرام على ما اعتقد، بقى فيه منه ال 200 جرام. لا انا جبت اللي هو ده، دايما بستخدمه مع الشيفنج ده كده، بالنسبه لي هو والشيفنج كده كومبو كده مع بعض، دول انا ما اقدرش استغنى عنهم. عايزه اقول لكم ده اكتر حاجه بستعملها مع الشيفنج، وكمان بعد الشيفنج بحب ارطب بيه لان هو بيحتوي على الوفيرا جيل، فهو بيهدي البشره بطريقه كده مش طبيعيه. هو بجد حلو جدا في الترطيب، وانا بالنسبه لي حلو قوي. فده كده اول واحد معانا. اللي بعد كده واخيرا جبته بجد، اخيرا انتوا هتعرفوه من نفسكم اهو، ده الشام بودي ميلك. انا بتاعي قرب يخلص فاستنوا بس. دي العلبه الاولى، دي العلبه الجديده، بصوا دي خلاص دي خلصت خلاص، لكن ده لسه مليان وجديد. المهم بقى جبت واحد، فانا قلت لا داخل علينا عيد لازم يا سندي نجيب علشان بقى
ترطيب الجسم ونظبط جسم. ومعروفة العيادة لما بتدخل علينا يبقى نظافة وريحة وتوفير كمان في نفس الوقت. عارفين الفيديو ده اللي هو نظافة وريحة توفير؟ مش فاكرة كان بتاع اعلان ايه، بس هو كان اعلان زمان. المهم جبت ده عشان تعرفوني انا بحبه جدا، بيرطب حلو قوي، وكمان لما بعمل شيفنج وببقى عايزة ارطب جسمي بستخدمه عشان مش بيبقى فيه اي عطور او اي حاجة. اللي بعد كده، اللي بعد كده جبت بقى، وهو بجد متحمسة قوي، السون سكرين بتاع دراكون، اللي هو السبراي بقى. ده السبراي، ده شكل السبراي غير التاني. ده سبراي. انا خايفه بجد ابخ منه، مش عايزه ابخ دلوقتي، ملوش ريحه. بس ده السبراي اللي هو بنقعد نبخ كده، اسهل بكتير، اسهل بكتير جدا من البامب التانية اللي انا وريتها لكم. فانا ده جبته ب 200 جنيه، عايزه اقول لكم من صيدليه كان عليه عرض. بجد ده متحمسه له قوي، ده اللي انا كنت بقول لكم عليه متحمسه له جدا جدا جدا. هو ده السان سكرين اللي كنت بقول لكم عليه، جبت الاسبوع عشان انتوا عارفيني انا بالنسبه لي الصيف يعني سان سكرين. وعايزه اقول لكم بقى، عايزه احاول اظبط لكم فيديوهات تانية عن النظافه الشخصيه، وفي على فكره اجزاء كتير جدا من النظافه الشخصيه، وكمان احنا عملنا جزء واحد وازاي نهتم ببشرتنا وقت الصيف عشان نتفادى او الشمس ما تعملناش تصبغات او الحاجات دي، عشان بشرتنا ما تلتهبش ولا اي حاجه. عايز اعمل لكم روتين بشرتي وشعري في الصيف، عشان بصوا شعري هو تحفه، هو فيه فوليوم بس فيها هيشان، فاهمين؟ عشان انا عملته بالكروته. ندخل بقى على الشنط اللي هي الصفرة اللي انا قلت لكم عليها. صراحه بجد انا متحمسه قوي ان انا اشارك معاكم جزء من حاجه تقريبا، حاسه ان انتوا ما تعرفونيش قوي، فانا عايزاكم تاخدوا عليا كده ونتعرف على بعض اكتر. ولو عندكم اي اسئله اكتبوها في الكومنتات عني، ونعمل فيديو اسئله، واحنا مثلا جيت ريدي وذ مي ومعاه اسئله، وانا بجهز مثلا ومعاه كده، يعني نظبط الدنيا. بصوا بقى، بصوا بجد يعني مش عارفه اقول لكم ازاي. كتب، حد كان يتوقع يعرف ان انا بحب الكتب؟ الكتب دي بالنسبه لي كده عشق، ماشي. اول كتاب جبته اللي هو بتاع ارض زيكولا الجزء الثالث، انا معايا الجزئين الاولين، ارض زيكولا واماريتا، وده وادي الذئاب المنسيه، جبته. بصوا لسه متغلف، انا لسه بجد انا هموت وافتحهم، بس انا مش عايزه افتحهم عشان ما يتبهدلوش، عايزه اشيلهم كده. انا مدمنه كتب، انا يعني مش عارفه بجد انتوا ازاي، او ازاي انا ما قلتلكمش من زمان ان انا مدمنه كتب. بس ده اول كتاب اللي هو ارض زيكولا 3 اللي هو وادي الذئاب. الكتاب ده روايته خطيره، هو بجد روايته حلوه قوي 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 قوي. ارض زيكولا والاجزاء الثانيه بتاعتها، ارض زيكولا اماريتا ووادي الذئاب، ده الجزء الثالث الاخير منه. هو بجد ازاي الروايه دي حلوه قوي كده، تحس ان هي بتخطفكوا كده لعالم تاني وجو تاني خالص. وعايز اقول لكم بتسحلكوا كده بطريقه مش طبيعيه. يعني انا الجزء الاول ده خلص معايا في حوالي يوم ونص او يومين ونص كده، يعني هو انا ما كترتش فيه، كان اول كتاب يخلص معايا بسرعه عشان روايه، ومن ساعتها حبيت الروايات قوي قوي قوي. انا كنت بقرا كتب عاديه، بس من ساعه ما قريت الروايه وانا بجد مبهوره بيها جدا. وده الجزء الثالث اللي هو اسمه وادي الذئاب. اللي بعد كده رواية جمانة، دي في منها يعني اكملت، ده تقريبا الجزء الثالث، في اللي هي اسمها أبابيل والجساسة، والجزء الثالث جمانة تقريبا، والجزء الرابع السجيل. بس للأسف السجيل ده ما كانش موجود في المكتبة، فأنا قلت خلاص هكتفي بجمانة عشان أنا معايا أبابيل والجساسة. لو عايزين فيديو عن كل الكتب اللي أنا جبتها الفترات الأخيرة، اوكي ما عنديش مانع، ممكن نعمل الفيديو ده لو انتوا حابين تعرفوا الكتب، او في حد منكم بيحب قرايه الكتب. فانا عايزه اقول لكم ده، انا عايزه اقول لكم لسه ما قريتش اصلا اول جزء اللي هو ابابيل ولا اي حاجه، انا كنت بقرا في الاجزاء بتاع دي، وقلت اجيب الجزء الثالث عشان اكمل بقيه الحكايه وكده. بس فده لسه هخليه شويه لحد ما اجيب السجيل عشان ما نقرا كله بقى. خلاص ابابيل، ندخل على الجساسه، وبعدين جمانه. بس مش عارفه هل جمانه انهي جزء فيهم، لان مكتوم من هنا الجزء ما قبل ابابيل، وابابيل مكتوب عليه الجزء الاول، فانا حاسه ان انا محتاجه اسال عن الحوار ده، وحاسه ان انا دوشتك قوي بحوار الكتب. بس بجد متحمسه لهم قوي، لان سمعت ريفيوهات كتيره قوي عن الروايات دي، روايه ابابيل والاجزاء بتاعتها. اللي بعد كده جبت هنا ثلاث كتب تاني، بصوا انا جايبه خمس كتب على فكره. اول حاجه بصوا، انا دول اللي انا كنت عايزاهم، ومعاه كتاب اللي هو روايه السجيل بقيت جمانه، بس للاسف ما لقيتوش، ماشي. المهم بقى جبت بقى العادات الذريه، مش
مش عارفه استنوا هيبان ولا لا، ده العادات الذريه. هقول لكم على الاسعار في الاخر. العادات الذريه بيقول لك كيف نبني عادات جيده ونتخلص من العادات السيئه. انا سمعت ريفيوهات كتير جدا عن الكتاب ده اللي هو حلو قوي، وبرده بيسحلكوا كده لمود تاني وعالم تاني، بيخلوا تفكيركم بيبقى احلى، وبنتخلص فعلا من الحاجات الوحشه وبنجدد الحاجات اللي فينا وبنخليها حلوه. فانا متحمسه له جدا لان سمعت ريفيوهات كتير قوي عنه. اللي بعد كده جبت قهوه صباحيه مع النفس، ده بتاع الدكتوره نشوى صلاح. رحلتك لاعاده اكتشاف ذاتك سيذهلك ما ستعرفه عن نفسك. تمام، انا جبته ده لان برضو سمعت ريفيوهات كتيره جدا عنه وبيقولوا عليه حلو قوي وبيدي نصايح حلوه جدا، فانا ده بالنسبه لي حلو. دول الاربع كتب الاساسيين اللي انا كنت عايزه اجيبهم، وكان معاهم السجيل بس للاسف السجيل مش موجود، فجبت الاربع كتب الاساسيين اللي انا عايزاها. ماما كانت معايا وقالت لي هاتي الكتاب ده عشان سمعت عليه ريفيو حلو، اللي هو ده الاب الغني والاب الفقير، بيعلمنا ازاي نكون افضل، ازاي نستثمر حاجاتنا اكتر واكتر، ازاي تتعلم في شغلك او تطور في شغلك. تقريبا كان بيتكلم عن حاجه زي كده على ما اعتقد، يعني لسه ما اعرفوش اصلا، ماما هي اللي كانت سمعت ريفيو عنه وكده. بس حاسه ان انا برضو شفت الكتاب ده قبل كده، حد كان بيتكلم عليه بس حاسه ان هو من زمان جدا. فانا هشوف الكتب دي بجد متحمسه لهم قوي. بصوا بقى دول كده الخمس كتب، المفروض كانوا سته ماشي، المفروض كانوا خمسة بس السجل زي ما بقول لكم مش موجود، وده اللي مو اقترحت. اسعارهم ايه؟ ده سعره بستين جنيه، اللي هو الاب الغني والاب الفقير. القهوة صباحية سعرها بخمسة وخمسين، تمام. العادات الذرية سعرها برضو خمسة وخمسين. جمانة سعرها ستين، الرواية دي رواية كبيرة فسعرها ستين. وادي الذئاب سعره بخمسة وخمسين. كده انا قلت لكم على كل الاسعار. جايباها منين يا ساندي؟ هقول لكم جايباها من مكتبه كفقه اللي في بني سويف. العنوان بتاعها فين عشان برضو حد حابب يقول؟ على فكره دي مش دعايه بامانه، دي حاجات انا جايباها فعلا بفلوسي. بص انا جايبه دول فعلا بفلوسي، بس هي بجد مكتبه حلوه قوي وروحها حلوه وتستاهل بجد، يعني هي بجد جميله، هي بجد بدخلها كده ببقى مرتاحه فيها جدا، والتيم بتاعها حلو قوي وذوق جدا. هي مكانها ناحيه الزراعيين، يعني ما بتنزلي الزراعيين، الشارع اللي ما بين اوزي وبكار، الشارع اللي في النص اللي ما بينهم هو كده، بتدخلي كده في نص الشارع بتلاقيها. بجد مكتبه حلوه قوي، فلو انتم من بني سويف روحوا بجد المكتبه دي، وهي بجد مكتبه هي خطيره بجد، انا بجد بتبسط قوي جواها وبحبها قوي. بصوا اصلا الشنط بتاعتها اهي، بصوا عشان برضو تبقوا عارفين ماشي، اهي مكتبه كفقه. طبعا الكاميرا بتقلب الكلام بس هي دي المكتبه، تمام. بجد انا بحبها حب كده مش طبيعي، بجد بحبها جدا. وعايزه اقول لكم دي اول مره اجيب من عندهم كتب، بس انا يعني قبل كده كنت بتعامل معاهم بس كنت بجيب حاجات تانية زي المجات والحاجات دي. المهم لو حابين بقى نجمع كل الكتب اللي انا جربتها. شفت بصوا بجد كتر المنتجات اللي انا جربتها. بصوا فالكتب اللي انا جربتها والكتب اللي انا قريتها، حابين نعمل عليها ريفيوهات او حابين مثلا اشارك معاكم الكتب دي بتتكلم عن ايه او بتعمل ايه، هل فعلا الكتب بتفيد ولا لا؟ بس بجد انا الكتب دي بالنسبه لي حياتي، هي بجد بحس ان انا ببقى مرتاحه جدا وانا بقرا فيهم، بحب ان انا بحس كمان ان انا بتعلمني حاجات كتير جدا، بتفتح الدماغ قوي 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 بجد. فانا بحب الكتب كده بطريقه مش طبيعيه. فبس كده يا حلوين، عارفه ان انا طولت عليكم بس بجد انا مبسوطه ان انا شاركت معاكم جزء من الحاجه اللي انا بحبها. فلو عندكم اي سؤال اكتبوه تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.